بخصوص الحكومة، للأسف الشديد، أقول للأسف الشديد، أنها حكومة خيبة أماننا، خيبة أماننا. أنا واحد من الناس كمراقب للشأن السياسي في البلاد، خيبة أماننا، لأنه كاين البعض يقول لك ابن زديرة كاين أمور يعرفها الرئيس احنا ما نعرفوهاش، الشعب ما يعرفهاش. معليش، أعطونا وش حاجة اللي ما نعرفوهاش، عرفونا، حابين نتعلموا، حابين نتعلموا. معليش درك لي، لأنك كي تقرا الحكومة وش كاين فيها، يعني هو موش تغيير حكومي، هو تعديل حكومي بسيط، دخلوا زوج وزراء جدد وتنحوا زوج وزراء نفس الشيء، ويعني تغيير تاع هكذا. واحد طلع امين عام في الرئاسه، وزير نقل طلع امين عام في الرئاسه، اللي كان في وزاره السكن مدير، ثم امين عام، ثم كذا ثم كذا ثم كذا، بعد كامين عام في الرئاسه. ماناش عارفين حتى الظروف فاش، يعني ما هو المسار الاداري نتاعو ليصبح امين عام في الرئاسه، هذا موضوع اخر. لكن قضيه الحكومه، السؤال المطروح، ماذا قدمت حكومه ايمن بن عبد الرحمن من إيجابيات حتى نجدد الثقة فيها؟ أقول نجدد، أقول نجدد، نعم، أعي ما أقول، لأن الحكومة هذه حكومة الشعب وحكومة الدولة الجزائرية، وليست حكومة تبون كشخص أو حكومة شخص بعينه، لا رئيس الجمهورية ولا رئيب ولا أي مسؤول آخر. هذه حكومة تاع الشعب، لأنها تخاطب الشعب، تكلم مع الشعب، وتدافع عن مصالح الشعب، وتمثل الشعب. أنا أشوف كمراقب للشأن واتصالاتي مع المواطنين وامتعاض المواطنين، ما لقيت حتى واحد فرحان بالحكومة، ما لقيت حتى واحد. ممكن كان بعض الوزراء ثلاثة ولا أربعة، مثل ما يقول وزير التعليم العالي، كان عميد جامعة المسيلة، وجامعة المسيلة كانت من أحسن الجامعات. أوكي، هذا شيء إيجابي، أنا ما نعرفوش، لكن حسب ما قريت أن وزير التعليم العالي من أكفأ الإطارات في الدولة، نتمنى أن يقدم إضافة لوزارة التعليم العالي مثل ما قدم إضافة لجامعة المسيلة. كاين واحد نفس الشيء اللي دخل الحكومة جديد، اللي هو عون لمدير صيدال لإطار من إطارات السامية، والضيف بصراحة ظلموه في فترة من الفترات، دخلوه السجن وداروا مشاكل، وبعد خرج، والآن هو وزير صناعة الصيدلانية، يعني معناتها تم ترقيته، يعني الاعتذار منه وتكريمه. وهذا عون أنا نشهد، موش صاحبي وما نعرفوش، ما عندي حتى علاقة به، لكن شهادة لله أنه هذا علي عون قدم إضافة مهمة ومهمة جدا لقطاع الأدوية في الجزائر. يعني هو اللي في وقته أصبحت الجزائر تصنع عدد كبير من الأدوية، هو في وقته اللي رفع مستوى الصناعات الصيدلانية في الجزائر وصيدال، في وقته اللي مداخيل الدولة من الصناعات الصيدلانية نفس الشيء، يعني أصبحت كبيرة. كي نقول أصبحت كبيرة، معناتها فاتورة الاستيراد اللي كانت مثلا 100 مليون دولار قللها إلى 50 مليون دولار، هذا يعتبر إنجاز عظيم، أنك تكون تستورد 100 مليون دولار أدوية، أبسط شيء باراستامول ومش عارفين إيه ودوليبران يستوردوها الآن، يعني في وقته لما كان هو مدير صيدال وما زال الآن مدير وزير الصناعة الصيدلانية، الجزائر أصبحت تنتج الأدوية وأصبحت رائدة في هذا القطاع مقارنة ببعض الدول، مقارنة ببعض الدول. ما نقولوش مثل الأردن، لأن الأردن من أكبر الدول المصنعة للمواد الصيدلانية، المواد الطبية في العالم العربي، ونستورد من الأردن وعندنا اتفاقية مع الأردن، لكن الجزائر ماشية في هذا الخط. إذن كاين ثلاثة ولا أربعة وزراء اللي ممكن نقولوا أنهم إضافة، وبقائهم في الحكومة نقدر نقولوا أنهم ممكن قدموش، لكن كاين وزراء آخرين بالعكس، بالعكس كنا ننتظر إبعادهم للحكومة ومحاكمتهم، نعم محاكمتهم على فشلهم الذريع وفسادهم وضنوعهم في تضييع ملايير من الخزينة العمومية، نعم كارثة بصراحة.
يعني ماذا قدمت الحكومه؟ اعطونا يعني اعطونا حنه يديكم. يعني من المفروض نعرف ماذا قدمت حكومه ايمن عبد الرحمن الاولى حتى نجدد فيها الثقه للحكومه الثانيه. كارثه، نفس الشيء كما حكومه جراد الاولى كانت كارثه، ومن بعد زاد جدد له كما يقول لك الاقامه، زاد له كونترا دو لوكاسيون ثاني نفس الشيء، حكومه فاشله. راح جراد قلنا يا سيدي هاي راحت حكومه جراد، جاءت حكومه جديده ايمن بن عبد الرحمن، يعني رجل تكنوقراطي، رجل متخصص في الماليه، قد يضيف شيء للاقتصاد الجزائري، على الاقل يكون استقرار في الاقتصاد الجزائري، يحمي الامن الغذائي للبلد. للاسف الشديد ايمن عبد الرحمن ناس ملاح ترونكيل، يصلح كامام للمسجد، لكن كرجل ميدان ورجل يضرب الطابلة ما بينا انا ما شفت والو، والشعب الجزائري ما شاف والو. دونك اذا كان تبون شايف حوايج مليحه اضافه للبلد واصلاحات راهي تصرى وكذا يقولنا. قال لي انت راكم غالطين، هاي الحكومه ماذا قدمت؟ هاو قدمت واحد زوج ثلاثه، هاي الانجازات العظيمه التي حققتها الحكومه، هاو واش دارت نسكتوا. بصح باش تقول لي لا انا عيبالي، لا سي تبون العيال كبرت كبرنا ولا نعرفوا ورانا شخنا، انا كهول كما تقول لي تيما تقول لك راك كهل، انا كهول خلاص شخنا صاي بقينا الماح. ما واش وقتاش نبقاو نتعلموا فيه الحسن على رأس اليتامى؟ فهمونا ماذا قدمت هذه الحكومه، حكومه ايمن عبد الرحمن بوزرائها الفاشلين، حتى تجدد فيهم الثقه يا سي تبون وتخليهم لفتره قادمه. فهمنا وش يعني ماذا تغير؟ عطونا وش دار؟ نتكلموا على وزير التجاره اللي الشارع كله رافضه، الوحيد اللي قابله هو تبون، مش عارف عليه، داير له عقار حرز، كاتب له مش عارف عند ولاد بن عليا، داير له حرز هنايا كما بكري يديروا حرز هنا في الرقبه، ما فهمتش انا وشني الحرز اللي داروه. فهمنا الا راه معقر لك، فهمنا ماذا قدم هذا يا رزيق للتجاره الجزائريه حتى يستمر؟ وش قدم؟ اقتصاد محطم، رجال الاعمال مبروكين، التهريب زاد على حده، زاد في وقت رزيق التهريب زاد، البنان غالي، البيض غالي، السكر غالي، الزيت غالي. ما فهمتش انا هذه الفلسفه هذه اللي عند الحكومه واللي عند تبون واللي عند ايمن عبد الرحمن وعند رزيق وراها رايحه. اعطونا حاجه مليحه قنعونا. قال يا ودي رزيق هذا راهو خبير في علم القبار وعلم الزفزافي وعلم البيض والفرينه، واش راهو قدم وكذا وكذا، نبلعوا فمنا. انا واحد الناس نسكت ما نزيدش نهضر. بصح كي تقول لي باللي هذا وزير واش قدم؟ بالعكس، العراقيل والفساد والبيروقراطيه والبن عميست، اكبر واحد اللي كان داير المضاربه تاع البنان اللي راهو في السجن اسمه رزيق. هذه حقيقه يا اخي فجرنا قضيه البنان وقلنا واحد اللي مستولي على فريقوات تاع البنان واحد اسمه رزيق وشدوه ودخلوه السجن. واش تحوس اللي راه في السجن وانا بعثوا لي ولادو يهدوا فيا، قالوا لي نقتلوك ونديروك لانك انت هضرت على بابانا ودخلوه السجن، اسمه رزيق من عائله الوزير. نعم من عائله الوزير، هو اللي كان مستولي شاد المونوبول تاع البنان، كيف ضحناه البنان نقص وهو دخلوه السجن، وانا اصبحت من المغضوب عليهم متابع. سير رزيق نفس الشيء، خلق لنا واحد الوكاله مش عارف هذه اجاكس ولا ايجاكس، وهذه التجاره الخارجيه، واعطاها لواحد وليد بوفريك وليد الحومه حي دالاس، كان شاف دو بيرو في وزاره التجاره، طلعوا مباشره الى مدير عام لوكاله هذا السي الهواري عبد اللطيف هذا اللي جابه رزيق، اعطاله وهذا هواري عبد اللطيف الوكاد تاعو باش يتعين كمدير مرفوضه ثلاث مرات، تروح رئاسه الجمهوريه وترجع ديفافورابل، غير مقبول. وما زالوا مدير هذه الوكاله، لماذا؟ لانه رزيق يثق فيه ويعرفه وصاحبه ولد بلاده وهو اللي يسير به ملفات التجاره الخارجيه اللي راهي مبلوكيه عند سي الهواري عبد اللطيف هذا وليد بوفريك شيف دو بيرو اللي راهو هو متحكم بدون اي مرسوم رئاسي. هذا راهو خضره في الطعام، لانه ملفات الاستيراد والتصدير كلها يشرف عليها
رزيق عن طريق هذا الهواري. يعني هذا الهواري عيط له بالتليفون فلان وكذا مدلو فلان لا، واصبحت ورقه في يد رزيق يبتز بها حتى كبار الجنرالات وكبار الوزراء وكبار المستشارين في الرئاسه لينترفنيو. سي رزيق والله عندي نسيبي وابن عمي راهو حاب يبورتي راهم بلوكي، واش اسمه فلان، يعيط له هواري هواري هيا دي بلوكي فلان. هذه اصبحت وسيله يعني اصبحت بيروقراطيه وابتزاز اكثر منها منفعه. انا نتكلم في حقائق، اللي يزعف يضرب راسه على الحيط. وانا ماني لا مستورد لا تاجر، لا عندي صحابي مستوردين نتافيني، لا خاوتي مستوردين، ما عنديش، ما عندي حتى علاقه بعصر الاستيراد والتصدير، لا في البنان لا في السكر لا في الحديد. ولكن البيروقراطيه هذه اللي صايره هل هي ايجابيه ام سلبيه؟ اعطونا ماذا قدم رزيق لقطاع التجاره حتى يقعد وزير التجاره. ما عندي مشكل معاه، ما هو سيبي ما نعرفه، ما يعرفني. كان جاري بكري في حي دالاس وما نعرفوش، ممكن كان لانه يعني سكنت في حي دالاس في بوفريك في التسعينات، نشفى لها النهار اللي حرقوا الناس ولاد دالاس ما يعرفوا، النهار اللي حرقوا المركز الثقافي انا كنت ساكن في واحد الباطيمه كريهه، كنت كاري واحد الباطيمه مقابله المركز الثقافي اللي حرقوه في حي دالاس. كي حرقوه في ذاك الليل خملت قشي وهربت، حرقوه جماعه عنتر زوافي. دالاس هذاك اللي يسكن في حي رزيق تاع التجاره كان جاري، لانه قال لي يسكن في حي دالاس معناتها كان جاري وما نعرفوش، معناتها ما عندي حتى مشكل معاه، ما دوزت معاه لا معاه لا مع ولاده لا مع نسابه، ما عنديش مشكل معاه. ولكن دفاعا عن مصلحه البلاد انا نسال سؤال، ماذا قدم رزيق وزير التجاره حتى نجدد فيه الثقه ويبقى في الحكومه؟ ماذا قدم الوزير الراقد النايض الراقد مسلماني تاع الاعلام حتى نوجد؟ ماذا قدم الاعلام؟ واش قدم الاعلام؟ السيد دخل عليها تعزيه برك، نعزي فلان مات ونعزي فلان، من نهار اللي جا هو يعزي ما دار حتى حاجه، او ينقل من رئاسه الجمهوريه اخبار قال رئيس الجمهوريه راهو دار ورقه كذا كذا وخريطه ومخطط الاعلام وقانون الاعلام. يعني ماذا قدم هذا وزير الاعلام؟ وزير الاتصال هذا بوسليماني ماذا قدم؟ انا النهار الاول فرحت استبشرت خير، قلت جا واحد من القطاع يعرف وزاره الاتصال كان امين عام وكذا وكذا قد يضيف للقطاع. لكن للاسف الشديد أسوأ من الوزير السابق، أسوأ من الوزراء السابقين، الوزراء اللي قبلوا على الاقل نشوفوا في الاعلام يهضروا يتحركوا كذا كذا، بالحمر هذا كان يهضر يتحرك بالرغم من انه سلبي لكن على الاقل موجود عنصر فعال. هذا بوسليماني ما يحك ما يسق، ما ينفع ما يضر، على الاقل ضرني قول لي حاجه سبني، نظر كنعاود قول لي حاجه اي حاجه قول بحبك هذه قلتها خلاص. نفس الشيء تقول حاجه انقذ 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 دير حاجه ميت. وزير الاتصال بح غير موجود. ماذا قدم حتى نجدد الثقه فيه؟ ماذا قدم؟ الان السؤال الاخر المهم، وزير الداخليه بالجود اللي انا كنت متوقع انه يروح الامين عام رئاسة الجمهوريه لانه كان مقترح ونظن يعني كواليس داخل هرم السلطه يعني ما اتفقوش، رفضوا صرافيه رفضوا كذا وكذا، لامور لا داعي للدخول فيها ما ندخلش فيها. لكن وزير الداخليه يروح وزير نقل، هذا في العرف الدبلوماسي والعرف البروتوكولي يعتبر تقهقر ديغراداسيون، سيد ديغرادوه كان جنرال اصبح كابيتان، هذا هو. لانه في البروتوكول وفي البروتوكول الحكومه وبروتوكول يعني مجلس الوزراء ومجلس اعلى الامن والبروتوكول، وزير الداخليه اكثر اهميه من وزير النقل في العالم وفي الجزائر. وزير الداخليه طبعا عضو المجلس الاعلى للامن، رئيس يعني كثير من اللجان والمنسق المصالح الأمنية ومسؤول على الولات وأمور كثيرة، يعني منصب رفيع اللي هو وزير الداخلية. ينحيه رئيس الجمهورية من وزارة الداخلية يقول روح شد لي الترونسبور، وشني مسؤول على النقل البري النقل البحري البابر والطيارات والتاكسيات والتروليات والترام. سيد بعد ما كان وزير داخلية يتحكم في دواليب السلطة يروح وزير النقل، هنا كاين فيها حاجه بين اثنين، يا اما هذه عقوبه انك ما نجحتش في وزاره الداخليه هيا روح لوزاره النقل، او تكتيك اللي
انا حوست على التكتيك هذا من الصباح، وانا يعني ملي اعلنوا الحكومه، لانه انا نزلت لكم اخبار قلت لكم اعلان الحكومه بعد قليل، خليت ما نحبش نتكلم، قلت خلي رئاسه الجمهوريه يتكلم. التسريبات انا قلت لكم نحبسها، لانه كان عندي قبل اعلان الحكومه بشويه قلت لكم سيتم، كان عندي اسماء بعض مش كلهم، لكن قلت خلي نشوفوا الاعلان الرسمي. لكن تفاجأت كما رزيق ما كانش عندي في القائمه اللي كنت ننتظر فيها. نفس الشيء بالنسبه لبوسليماني، ما كنتش متوقع انه يكون، كنت متوقع ثلاثه يعني اكثر، خمسه ست وزراء متوقع انهم يبقوا، لكن الاخرين صراحه تفاجأت. اذا بالجود من وزاره الداخليه لوزاره النقل فيها ان فيها قراءه عميقه وعميقه جدا تستدعي تحليل واعاده نظر. على اي اساس سيد كنا نتوقعوا روح امين عام في رئاسه الجمهوريه يصبح وزير النقل اللي ما عندوش دور اساسي في، ما عندوش دور مهم في الحكومه بصراحه، لانه يعني البروتوكوليا ويعني وعمليا في الحكومه وزير الداخليه مثل ما قلت اكثر بكثير من وزير النقل. اذا موضوع فيه ان بعض الوزراء الاخرين اللي ما ثبتوا حتى شيء في الحكومه، وزير التضامن، وزيرة البيئة، هذه كركو ولا يسموها كريكو، هذه اللي عندها ثلاث ولا اربع حكومات، وهي ماذا قدمت هذه وزير التضامن؟ يا دي نسمع حتى في الحرائق ما شفناهاش، حتى في الحرائق اللي صراو، الحرائق اللي صراو في تيزي وزو، الحرائق اللي صراو في الطارب، الحرائق اللي صراو في السيبيو ما شفناهاش. خي دورها وزارة التضامن دورها انها تكون في الميدان، شوفوها وتحرك، ما شفناهاش. هذه كركو ولا كريكو ولا ما شفتهاش انا، ما نعرفهاش ما شفتهاش. كي سمعت اليوم باللي في الحكومة موجودة دخت. كانت في حكومة جراد وحكومة أيمن عبد الرحمن وحكومة أيمن عبد الرحمن الثانية، ما هو السر؟ إذا كان أنتم على بالكم بلي هذه وجودها ضروري وقدمت للدولة وللوزارة شيء مهم، نبهونا. قال يا ودي بلعوا فمك وراك بغرت خرطو، هذه راهي وزيرها ماش قدمت، ها وش راه دارت لنا وزين تاع المقرون، دارت لنا واحد تاع المقروط، ودارت لنا تاع الروينه راه نصدروا بها الخارج، ودارت لنا تاع المحاجب، ودارت لنا راه دارت حوايج كبيره سي. هذا راهي خبيره بالعلوم الميتافيزيقيه. قولوا لنا، نبهونا. وزيره البيئه نفس الشيء، المحاميه هذه تاع بعجي، هذه محاميه تاع بعجي وداخلين في الكلو مع بعض الصوب، ماذا قدمت؟ بصراحه ماذا قدمت؟ نفس الشيء كما شفنا وزيره البيئه، كما شفنا راحت الغابات ودارت البيئه دورها، لانه الحرائق هذه فيها عدد من الوزارات يتحركوا، وزير الفلاحة، وزير البيئة، وزير التضامن، يعني هذو يتحركوا. وزيرة البيئة مش شفناهاش، نشاط حيوي مش شفناهاش. الحاجة الوحيدة شفناها أنها راح دشنت وبادن تاع الزبل حاشاكم هذوك الخضورة، دشنتهم ودارو عليهم هيلولو وجو التلفزيون، من هذاك النهار ما زدناش شفناه. من نهار اللي دشنت وبادن تاع الزبل ما زدناش شفناه. ماذا قدمت هذه وزيرة البيئة؟ ماذا قدمت؟ وزيد هضر على الوزراء الاخرين كلهم ماذا قدموا؟ الان الكره في مرمى نواب المجلس الشعبي الوطني. اذا كان فيكم رجال يا نواب، انا الان توجه بهذه الرساله الى نواب المجلس الشعبي الوطني. اذا فيكم ريحه الرجال وعندكم ريحه المسؤوليه، الان هذا دوركم. الحكومه لما تجي تقدم قال حبس، حاسبونا اعطونا ماذا قدمتم في الحكومه الاولى، اعطونا حنة يديكم ومن بعديك نصادقوا ونزكيوا الحكومه الجديده. هذا هو. اذا عندكم نواب رجال، لان يعني الحكومه الان حكومه مازال ما دات الشرعيه، تدي الشرعيه من برلمان حسب القانون. برلمان يصادق على الحكومه ويوافق على الحكومه حتى الرئيس يعينها، نعم، لكن تكون شرعية وقانونية عندما تمر البرنامج على الحكومة على البرلمان بغرفتين. إذا شوفوا أنتم حكومة البرلمان هذا النواب، أطرحوا السؤال أيمن عبد الرحمن، مرحبا بك، راك جيتنا للبرلمان وجاي تقدمنا في الحكومة تاعك، أوكي، وش قدمت هذه الحكومة؟ ها وش قدم؟ أعطونا ماذا قدم؟ ماذا قدمت حكومة أيمن بن عبد الرحمن حتى نجدد فيها الثقة؟ ماذا قدمت؟ لم تقدم شيء، لم تقدم شيء. أسوأ من حكومة جراد، أسوأ من حكومة جراد الأولى والثانية، وأسوأ من الحكومات السابقة بصراحة. لأنه الآن نتكلموا المجمل، لأنه كاين بعض الناس يقول لك بزاف ذاك الوزير خدم ودار، أوكي كاين، أنا ما قلتش كلهم، لكن نتكلموا حنايا
بالمجمل يعني النسبة المئوية 70% من أداء الحكومة صفر، 30% مرقعة فيها واحد خدم منها واحد منها 30%، لكن في التقييم شوفوا الأغلبية. ما نقدروش نقولوا 30% هاي الحكومة هاي، لا 70% مش مليحة، إذا مش مليحة 70% من أداء الحكومة فاشل فاشل فاشل، 30% أو 25% جيد، ليس ممتاز ولكنه جيد فوق المتوسط، أوكي معليش نقولوا مليح. إذن لازم نكون واضحين، ما نقدروش يا ناس نبنوا جزائر جديدة ونبنوا دولة جديدة ونساهم في الإصلاح والتطهير بالكذب وبالخدع وبالرياء وبالشيتة وبالمطبع، قال والله باش نرضيو تبون وباش نقولوا انا معاك صف قولك هاي نقول الحكومة، لا ماهيش مليحة الحكومة. وناس بكري يقول لك خذ رأي اللي بكيك ما تاخذش رأي اللي ضحكك ويضحك عليك. انا هذا المبدأ تعلمته وانا صغير وراني معاه، انا ما نافقش، ما نقدرش نقول لي ظروف إقليمية ودولية ومشاكل يا بن زديرة الوضع الإقليمي وصراعنا مع المغرب، واش دخل قسم المغرب والإقليم في الحكومة؟ حكومة فاشلة فاشلة، حكومة فاشلة فاشلة. هذا لا يعني أنه نعطوه فرصة للمغرب، واش دخل قسم المغرب؟ مشكلتنا مع المغرب دفاع، والدفاع عندنا قوي، مؤسسة العسكرية قوية وصامدة مهما كانت الحكومة، حكومة مليحة مش مليحة ما طز أرمي الواد، أنا يهمني أن المؤسسة العسكرية واقفة متماسكة وصامدة، لا علاقة لها بالحكومة، لا علاقة لها بالحكومة. الحمد لله أنه ما عندناش وزير دفاع مدني اللي يتحكم في الجيش، الجيش وعده، حكومة فاشلة نقولوا فاشلة، وهذا الأمر لا يؤثر لا يؤثر ولا يحرك شعرة من ثقتنا في دولتنا. نعم الوضع الإقليمي مسيطرين عليه، الوضع العربي والقمة العربية مسيطرين عليها، نعم، وستعقد في الجزائر بإذن الله في نوفمبر وبحضور معظم حتى لا أقول كل الزعماء العرب والرؤساء والملوك والأمراء، نعم سيحضرون بإذن الله. إذن ما نغطيوش الشمس بالغربال وما ندخلوش الشعبان في رمضان، قال بن زديرة معليش نغطيو الحالة والحكومة معليش وكذا كذا باش ما نعطوش فرصة للانتقادات نتاع الخوانة، لا 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 اسمعني، ما نقدرش ننافق ونقول حكومة مليحة، حكومة فاشلة وفاسدة وعاجزة وعاجزة، و70% من وزراء حكومة أيمن بن عبد الرحمن فاشلين فاشلين وعاجزين عن أداء المهمة، لابسين كوستيمات أكبر منهم، هذه الحقيقة. ومعظم الشعب الجزائري اللي حبيتوا ديروا استفتاء وتخرجوا التلفزيون الجزائري أو الإذاعة أو أي قناة تخرج للشارع في ديدوش مراد أو في أي شارع من العاصمة وديروا صبر آراء، ستجدون 99% من الشعب الجزائري ضد هذه الحكومة وضد التعديل الحكومي. وأقول هذا الكلام وأتحمل المسؤولية أمام الله وأمام الشعب وأمام نفسي، لكن نعطي فرصة لنفوسنا ونقولوا باللي قد يتدارك الأمر رئيس الجمهورية بعد القمة العربية، لأنه نقول يا سيدي الحكومة حكومة مؤقتة لتمرير بعض المشاريع إلى غاية القمة العربية في نوفمبر، يعني قولنا شهرين ننتظر، هذا سبتمبر أكتوبر نوفمبر تمر القمة العربية، وبعد القمة العربية ننتظر حكومة فيها رجال دولة. نعم أنا هذه ثقتي أن الرئيس يريد أن يمرر هذه الحكومة ليمحو حكومة تصريف أعمال، حكومة تصريف أعمال إلى غاية القمة العربية، بعد القمة العربية ستكون حكومة قوية لخمس سنوات أو أربع سنوات قادمة. نريد حكومة، نريد حكومة تاع رجال دولة صقور ليبنيو اقتصاد قوي وبنيو دولة قوية، ماناش نحوسوا على حكومة تشغيل الشباب أو حكومة حك تربح أو حكومة وليد خالتي وليد عمتي وجاري وحبيبي ونروح نعبد دومين، انتهى.
صراحة مانيش راضي. أنا كمواطن ومثلي ملايين جزائريين مش راضيين بالحكومة هذه، ومش قابلين، ومش فرحانين، مش مطمنين، ومش متفائلين. أنا لست متفائل، لست متفائل من هذه الوجوه التي عمرت واستمرت لأشهر طويلة وسنوات بدون أن تقدم ولا فائدة. الآن الكرة في مرمى نواب المجلس الشعبي الوطني، كونوا رجال وحاكموا هذه الحكومة ورفعوا من مستواكم ورفعوا من قيمتكم، واعطوا قيمة لنفوسكم أنكم ما كنتمش خضرة فوق طعام اللي ترفعوا يديكم وترفعوا كرعيكم. كونوا رجال، إذا استدعى الأمر تقولوا لا، قولوا لا، حبس. هذه الحكومة فيها وزراء فاشلين ما نذكرهمش، ستحاسبون يوم القيامة، ستحاسبون يوم القيامة، لأن صوتكم أمانة، الشعب زكاكم باش تدافعوا عليه. إذا كان شفتوا الشعب مع هذه الحكومة، أوقفوا مع الحكومة. شفتوا الشعب ضد أداء الحكومة اللي هو أداء فاشل وفاشل جدا، على الأقل كونوا رجال ولو مرة في حياتكم، كونوا رجال ولو مرة في حياتكم.